حضرتك هتتفاجئ دلوقتي بالرسالة دي. لقد استمعنا إلى متطلباتكم ونعلن عن إضافة طرق جديدة لتحقيق الربح باستخدام الشورتز. اليوتيوب باعت رسالة تأكيدية بعد الشرح اللي اتكلمنا عليه النهاردة في فيديوهين، فيديو تالت دلوقتي للتوضيح أكتر، إن تم إضافة طرق جديدة لتحقيق الربح من الشورتز. طبعا حضراتكم بشكل مستمر كنت بتقولوا يا متوحد الفكرة، امتى هيتم احتساب الساعات العلنية من الشورتز؟ اليوتيوب قالك لا، انا مش هعملها لك كده، انا هطلب منك انك تحصل على 10 مليون مشاهدة على الشورتز في 90 يوم. بس خد بالك بقى، بقولك حان وقت الاحتفال بهذا الخبر. خلال الاشهر القليلة المقبلة سنعمل على توسيع نطاق مزايا برنامج شركاء اليوتيوب ليكون بإمكانك التعبير عن أفكارك الإبداعية باستخدام التنسيقات الأنسب لك وللمنتدى لتحقيق الأرباح مقابل ذلك في الوقت نفسه. طيب فكرت بيني وبين نفسك، لقد استمعنا، ده استمعوا منين؟ فاكر الاستبيانات اللي جت من فترة اللي قعدت اقول لحضراتكم يا جماعة اتكلموا عن الشورتز، يا جماعة اتكلموا عن مشاكل اليوتيوب؟ بالفعل الناس بدأت تتكلم عن المشاكل دي وبدأ اليوتيوب يبص لينا، ولكن انا شايف برضو بصته انه في اوائل العام 2023 سيكون بامكانك البدء بتحقيق الارباح من الاعلانات التي تتم مشاهدتها في خلاصة الشورتز. على اي اساس؟ لا اعلم. على اي اجتهاد؟ لا اعلم. طب اليوتيوب نفسه يعلم؟ لا، اليوتيوب بقول لك انا في مرحلة اغلاق صندوق الشورتز المالي في العام التالي. يعني ايه؟ بقول لك استنادا الى عدد مشاهدات فيديوهاتك الشورتز، ستزيد ارباحك كلما ارتفع عدد المشاهدات، وسيوفر ذلك لك ولكافة صناع المحتوى خيارا اكثر استدامة لتطوير قناتهم وتحقيق الارباح من خلال المحتوى القصير. مشاهدات كتير ارباح كتير، طيب ايه الدليل؟ مفيش دليل. طب انا شايف حاجه قدامي؟ لا مش شايف حاجه قدامي. ليه؟ لان اليوم بقول لك ايه، ما عليك سوى مواصله انشاء فيديوهاتك الرائعه وسنهتم احنا بالباقي. اهتم يا عم بالباقي. طيب هات المقابل، لسه مش عارفين. لو انت مهتم بالشورتز ابدا حالا بانشاء شورتز. ليه؟ علشان قناتك تاخد خلاصة الشورتز بتاخد معاك وقت، والوقت ده مش شهر ومش شهرين، ده الوقت ده اطول كمان، ممكن ياخد معاك 3 شهور. ولازم تتعلم ازاي تكون منشئ محتوى شورتز، وده هنعلمه لك، لان في حاجة اسمها ده منشئ محتوى شورتز قيم. زي مثلا لما نيجي نبص على قناة اسمها اسماء محمد، اسماء محمد اهي، اسماء محمد دي قناة شورتز، هي رهيبة في الشورتز. لما بتيجي تنشر هي رهيبة في الشورتز، هي بتقدر تشتغل على الشورتز وخدت مكافأة على فكرة، ربنا يبارك لها، الف الف مبروك ليها، ماشي. فبالتالي انت علشان تكون منشئ محتوى متميز في الشورتز لازم تعتمد على حاجتين، الشخصية والكارير والمونتاج، بالاضافة الى الموسيقى المستخدمة. وده اللي هيحصل الفترة اللي جاية، ان هتم اقتطاع نسبة لاستخدام التراخيص ومشاركة الارباح مع صاحب الحقوق. بقول لك ميزة التشكرات او شكرا لفيديوهات الشورتز طريقة جديدة لتفعيل التفاعل مع افراد المنتدى. عندك واحد بيحب ايوب حبيب قلبي، مش محتاج اعمل بس مباشر عشان تدعمني، لا انت بتدعمني حالا. طبعا انا بشكر ايوب الداعم الاول، بالاضافة الى سومر، بالاضافة الى اسلام، كلهم ربنا يبارك لهم، يعني اخواتي وجنبي بجد وناس صحابي بجد، انا بشكرهم جدا لان هم من داعمين قناة المتوحد فكرة. لما نيجي نبص مع بعض كده وننزل كده على ميزة التشكرات، بقولك ايه، يبحث المعجبين دايما عن طرق جديدة لاظهار حبهم. يعني ايوب عايز يحب المتوحد فكرة، فحيتيحوا استخدام ميزة سوبر سانكس اللي هي تشكرات في الشورتز من اوائل العام التالي. اوائل الايه؟ العام يعني امتى؟ يعني في شهر فبراير 2023. لا تزال هذه الميزة في مرحلة الاختبار في الشورتز،
ولكن ننصحك بتفعيلها في استوديو يوتيوب لمعرفة موعد إطلاقها. يعني إيه تفعيلها؟ يعني تيجي هنا، ثواني أعمل تجاهل ده، تيجي هنا ترجع كده على استوديو يوتيوب، وتيجي هنا على تحقيق الربح، وتيجي من تحقيق الربح على السوبر شات، تبص هتلاقي تشكرات. ما لقيتش التشكرات، أنا علشان أفعلها رحت أمريكا وجيت، رحت أمريكا قعدت يوم ظهرت التشكرات، رجعت مصر تاني. منين؟ من الإعدادات دي. هل حصلت مخالفة؟ مش حصلت عندي مخالفة، رحت بالقناة دي، رحت هنا أمريكا، وبعد من أمريكا رجعت من أمريكا هنا على مصر تاني بالسلامة، كأني رحت في رحلة كده ورجعت تاني، خدت التشكرات وفعلتها. طيب، لذلك ننصحك بتفعيلها للاستفادة من جميع هذه الخيارات على صناع المحتوى، المشاركة حاليا في برنامج شركاء اليوتيوب للموافقة على البنود المعدلة للبرنامج عند إتاحتها في أوائل 2023، ودي الاتفاقية الجديدة اللي أنا قلت لك عليها، دي الاتفاقية الجديدة اللي أنا قلت لك عليها. وخد بالك، كل التعديلات دي ليست إلا بداية، فبينما نواصل عملك، أنت تواصل عملك في إنشاء المحتوى والتنسيقات، نحن نواصل عملنا في إنشاء الأدوات اللازمة والضرورية لبناء قناة ناجحة على اليوتيوب. أعتقد اليوتيوب الفترة اللي جاية هيفكر في إنشاء مونتاج خاص بالفيديوهات القصيرة. أعتقد اليوتيوب هيفكر الفترة اللي جاية في تطوير خاص، إنشاء تحميل أو تحميل فيديو قصير، تدخل جوه تبدأ تاخد خدمات جديدة، بالإضافة إلى الرد على التعليقات بالشورتز. أنا شايف إن اليوتيوب مهتم اهتمام كبير جدا بالشورتز، وأنا لسه إلى هذه اللحظة عندي كمتوحد فكرة، على فكرة معنى إن أنا مؤمن بيها إن أنا ما نزلهاش مش معناها إجباري إنك تؤمن بنفس إيماني، لازم تجرب على إحصائياتك وتدخل تبص عليها، عشان ما تقولش أنا ما تقولش ما تقولش دي شوية شوية، ما تقولش إن أنا قلت لك إعمل كذا، إعمل اللي أنت عايزه، لكن أنا رأيي الشخصي موجود على قناتي. تمام؟ دي الرسالة الخاصة باستوديو اليوتيوب الأخيرة وفريق اليوتيوب والتحديثات الخاصة وإضافة طرق الربح الجديدة، وده المتوحد فكرة. وده حضرتك لو لقيتني كده هتلاقي هنا علامة الاشتراك، اضغط على اشتراك، وعندك انتساب اعمل انتساب، وعندك السوبر شات اعمل السوبر شات، تشكرات اعمل اي حاجة حلوة معاك اديها لي. ماشي؟ لو انا لسه بشرب شاي والساعة 3 الفجر وبعمل لك الفيديو وهينزل لك دلوقتي، مش هستنى بكرة. شكرا.